شوف فما وجهات نظر. انا عجبني برنامج سمير الوافي مثلا مع بعض الشاشة. اي انا ننتقد سمير الوافي وعندي مؤاخذات على البرودكشن مش عليه كشخص، ما هو يعجبني في طريقته وحتى الضيوف. الضيوف هو مش مسؤول على شنو يقولوا فيهم، بتيتر هو يدزهم باش يقولوا شيء هذاك. مي انا عجبني برنامج برهان بسايس، عجبني اسمها نتاع الحوار التونسي مريم بالقاضي، مريم بالقاضي تعجبني. فما دي برودكسيون، مي في البرامج الاخرى فما فما زيد ديفيرتيسمون، فما زيد البرامج الترفيهيه. يمكن انا نتحدى، شوف شوف يمكن انت دقيقه نكمل لك اشرف. يمكن انت كي تتفرج في البرامج هذوما اللي انت بالنسبه لك ترفيهيه ما يستهويوش اشرف الكعلي، لكن يستهويو ناس اخرى تحب تتفرج على الضحك تفدليك ذوقي. ما ينورفليت با المجموعه الكل. ما انا انت سالتني كبروفيسيونيل معناها، قلت لك وبعد كمشاهد، لكن في الاطباق هذه الكل ما فماش اون ديفيرسيتي. فما بارشا سامحني في الكلمة تتيح قدر، فما بارشا اون باسيس حتى في المسلسلات، حتى في اللغة، حتى في اللونجاج. راهو نجمو نعملوا تيلي خارقة للعادة، راه سامباتيك خارقة للعادة باحترام المشاهد. نقول كلمة أنا وماما، أنا قولوا لي قبل كيفاش كنتوا عاملين أشرف، ونعملوا في برامج اللي هي كان توا تعديها ديفيجون تعمل اودينس خارقة للعادة، اللي هي اون ديريكت افيك لي مويان دو بور اكسترا اوردينير، افيك اون ايكيب اكسترا اوردينير. والتيلي سبيكتاتور تقول زعما قاعد يتبع، مي ابري ان فيدباك يرجعوا لك يقول لك تبارك الله وقت نجيب الخطاب وكان عندي برنامج تولك شو انا على كيفك وبرشا برامج في كانال 21 كواليس. لكن المشكل انك انا نحط شكون التيلي سبيكتاتور وقتها. امي انا اول مشاهد كنت نحطه هي امي الله يرحمها. الله يرحمها. قول مادام امي تفرج فيا وان كريتيكي، راهو مش معناه قندي لا لا، اون فوزي دي بروغرام خارق العادة. توا انا مش رجعي ومش متزمت ومش نتاع تقاليدي ولا لا لا، اوبن مايند بالعكس. فما برشا تتيح قدر، وفما برشا لغه سوقيه، وفما برشا نجوم جابوهم دي شارلاتون. قول انا كسوا في دي راديو ولا كسوا في دي بلاتو تيلي، سي دو نامبورت كوا معناها نجوم جوست بور فير لو بوز.